على إيقاع الجمال يتواصل معكم من صباح الشروق، وعلى هذا الاحتفاء بالجمال والإبداع عبر صباح الشروق في مساحات مختلفة، أيضا نحتفي بإيقاع مختلف على أوتار العود. سعداء أن نلتقي بالفنان الشاب أحمد عباس الدسوقي. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا بك. وزي ما ذكرنا هو الاحتفاء بالإبداع بيبقى عنده وجهات مختلفة، وبدايات التكوين للمبدع بالتأكيد هي صاحبة البصمة الأكبر، فمن وين بدأ أحمد عباس؟ بدايات كانت في البيت يعني، كانت هواية، وبعد ذلك مع مرور الأيام يعني حبة حبة بقيت تطور، ولسه يعني سعيد المزيد ان شاء الله. بالتاكيد، لكن لما نتكلم عن البدايات في البيت دي هي جوانب للصوت، جوانب للعزف وغيره، وبالتاكيد والالحان، وانت يعني بتعزف عود، فدي ممكن تكون هي ميزه للفنان انه يكون قادر انه يعزف اله. أيوة. فكيف بديت يعني التدريب على العود، اختيار العود نفسه؟ والله كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا صراحه، لكن كان الملهم بتاعي اخوي الاكبر مني. فهو بيعزف عود وكنت طوال يعني هو بيعزف وانا بعاين، غادي تعلمت يعني تعلمت منه. منه. خلينا نبدا باغنيه. طيب نبدا بشنو؟ طيب نبدا باغنيه ملك الطيور. تفضل. حي الربيع يا جميل،
النور في غطرات محمر لهذه الأغنيات. ودائما الفنانين الشباب هم متهمين كده بأنهم هم دائما بيغنوا لجيل الرواد ما عندهم أغنيات خاصة، وبالتأكيد تسمع هذه الاتهامات ودي فرصة صباحا إنه تردوا عليها. يعني هل في إنتاج خاص؟ في إنتاج خاص، لكن الحاجة دي بقت يعني حاكم المجتمع والله صراحة. يعني أنا حاليا بميل للأغنية الموزونة، يعني بتعبر عن حاجة، بتخدم قضية، يعني بتلمس فيني حاجة. يعني ما أي حاجة أنا بقدر أغنيها صراحة. دي المشكلة بتاعتي أنا شخصيا. المشكلة إنه ما في كلمات، يعني قصدك؟ والله أنا ما عايزة. لا طبعا لا طبعا، يعني نحن لازم نقول إنه نحن عندنا شعراء مختلفين طبعا. في شباب والله ما شاء الله، يعني جيل ما شاء الله. صح. لكن الحاجة السائدة هي اللي أنت تتكلم عنها. أو يمكن هي دائما، يعني كثير من الفنانين بيلجأوا لترديد الأغنيات الرواد بداية كمدخل. أيوة. للأسماع، وبعدها بيختاروا طريقهم الخاص. يعني شنو الحاجة اللي أنت بتتمنى إنه يعني يكون طريقك من خلال الغنى، أو هدفك شنو من الغنى؟ أكون مبسوط. أنا بحس إن أنا بكون سعيد جدا بعد أمسك العود وأغني. تسعد نفسك والآخرين. أنا بعد أكون مستمتع أكيد، الآخرين بيكونوا مستمتعين. خلينا نسمع تاني، خلينا نسمع تاني، نسمع شنو تاني؟ طيب التانية هتكون حنيني لك. إن شاء الله. تفضل.
قدر ولا عايز بعد حبك بعد ريلك أحب تاني. أنا لا بنساك ولا بقدر ولا عايز بعد حبك بعد ريلك أحب تاني. نتكلم عن الفنان والمقدرات على الأداء الصوتي واللحني وغيره وعدم الخروج من النوتة وعدم النشاز وغيره، فبتبقى في الثقافة السمعية المتراكمة عند الفنان دي. فمنو شكل الثقافة السمعية لأحمد عباس؟ والله يا أخي أنا فنانين بتسمع ليه؟ أنا والله من قمتها بسمع لمصطفى سيد أحمد الله يرحمه، بسمع له كثير جدا جدا، فهو يعني غدوتي في الفن عموما. مصطفى سيد احمد بشكل خاص بشكل يعني خاص والله عرفت من متوكل انك مرتبط به جدا وبأغنياته. نحن بنشكر حضورك اليوم على شاطئ الصباح وبنشكرك على كل الاغنيات اللي قدمتها، وبالتاكيد حنختم مع مصطفى سيد احمد ان شاء الله. على العشاق صفوا
ومدامة أدير الكاس على اللوش شاغي صفو ومدامة يا حبيب القلب والروح ويا روح الندامة 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 أيها الرافل في ثوب من الحسن دواما مست الأغصان لما عشغت من الغوامة تتحدى البان ميلا واعتدالا وانغساما وتفوق البدر حسنا وضياء ووسام 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 أورث الغليب السلامة أن في تيهك إرهابا وفي الصدر انتغاما سل أناسا درسوا في معهد الحب الغرامة أيبيح الغدل عمدا من يرى القتل حرام 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 طعم الحب في الصبر وفي الصبر حذاها غير أني يا حبيب الغلب أستحلي مدارا إن طعم الحب في الصبر وفي الصبر حذاها غير أني يا حبيب الغلب تحلي مدار أنت ممن أفسحوا للحسن في الدنيا نطار خلغوا شد البشاشات وأنواع الطلال الطلال الطلاق الطلاق